مسؤول جزائري خرج كيقول لهم هاد الانتخابات هادي فيها تزوير بحجج ودلائل، وهادشي انت عاد عرفتي حنا كنا كنعرفو ان عمي تبون غادي يجيبو الصندوق ديالو اما عامرين اما غادي يخليو حتى يبدا يحسبو بدا يريقلو يقولو لهم شحال النسبه اللي غادي تقولو. قال لك النسبه واش كدا 90%؟ ما يمكنش. نسبه التصويت وما خرجوهاش وقاسين كيتفتفوا لا هادي ما هادي. واجي نشوفوا دابا دوك النسب اللي عطاو لدوك الثلاثه المترشحين فاش جمعناهم ما لقيناش 100%. هاد العابات ما تعرفوا تزوروا، ما تعرفوا تكذبوا، ما تعرفوا حتى لعبه. اجي نشوفوا على بركه الله. علي السيد حسن شريف عبد العالي هي 328 الف صوت، ونتفاجئوا أن السيد شرفي يعلن يعني رقم لا علاقة له بالله. احنا في التوقيعات فقط كما تعلمون جمعنا 105 ألف صوت، 105 ألف توقيع، فلذلك هذه النتائج نعتبرها عبث بهذه الانتخابات وتشويه لصورة البلد، ونحمل مسؤولية هذا الإفساد لمن أعلن هذه الأرقام وهذه النتائج. نتساءل أيضا أين هي نسبة المشاركة؟ لماذا لم يعلن نسبة المشاركة وهي معلومة رئيسية في تقدير الأصوات؟ لماذا لم يعلن نسبة المشاركة بلا ما نعلق على أنه أعلن بالأمس على 12 تعليل نسبة ما فهمناهاش؟ توهم مثلا أين هي الأصوات الملغاة؟ لماذا لا يعلن أصوات الملغاة؟ فلذلك نحن يعني نستهجن هذه الأرقام ونعبر عن استنكارنا لها وهي لا تمثلنا. أودي كنا عارفين احنا غادي يكون تصوير، كنا عارفين عمي تبون غادي يعاودوا ليه. قلت لكم ولاية أخرى لعمي تبون، علاش الكبرانات مرتاحين معاه؟ دمدو ما زنزل غير كيجيبها في موغول وغير غادي وكيبكي البهلول وهما مستفدين. ولا خليونا نزيدو نضحكوا شويه الاخوان، واش بغيتوا تتهجروا لنا تجيبوا لنا شي واحد ما كي شد تيقار وما كيهضرش بزاف ما كيديرش خرجات؟ خلي دابا يبدا بشي خرجه عاود هاد الايام. اعتقد انها تمثل صوره الانتخابات الرئاسيه التي عشناها. بالنسبه للعمليه الانتخابيه اؤكد على المعلومات التي طرحتها بالامس فيما يتعلق بالتصويت بالوكالات، سجلنا خروقات فيما يتعلق بالتصويت بالوكالات، سجلنا خروقات كذلك. قلت لكم بالامس انه الممثلين تاع الحزب في بعض المراكز التصويت تعرضوا لضغوطات وتعرضوا لنوع من الاقصاء، شيء اللي نددنا به بالامس في خلال عدة تصريحات صحفية معكم. ونزيد أؤكد على أن في الكثير من مراكز التصويت ممثلي الحزب لم يتحصلوا على المحاضر وتعرضوا كذلك لمضايقات. دونك هذه الملاحظات الأولية. في ترى حاجة بين هذيك ندوزوا الفيديو آخر. اش كتسنى من دولة؟ شو كيفاش جاي هذا يصوت؟ عاد الحجر يا جايب معاه السيف ابو بكر. لا حول ولا قوة الا بالله، راه مساكن راه كيعيشوا في الوهم، راه كيعيشوا في الوهم مساكن. هو يصوت هو بالرمح. لا حول ولا قوة. ودابا شعب دابا هذا داخلنا عليكم بالله، دوك اللي كيدافعوا عليهم واش هذا شعب؟ اجينا نشوفوا فيديو اخر. جاو يكرموا يديروا تكريم لهذا بول العمامه الشكام. ها انت ودابا غير التكريم
ياك هو كيدافع على الكبرانات وعلى النظام الجزائري. شوف هنا شو من الطريق هنا لا ديور مكرفسين ايوا فين الحاله غير ديو بعدا شي بلاصه زوينه هي الكراغله ها انت. جمعيه رادياز وفيه لتقاليدها التضامنيه متواجدين في دوار راس الحانوت. راس الحانوت هذا هو راس الحانوت هذا. شو كيعيش وكي مكرفس وكيجي للحدود يسبنا يا صاحبي. كيجي للحدود يسبنا. ما هذا يا كراغيلة؟ شو متواجد ديروا عقلكم؟ دوزوا الفيديو آخر. أسامة بن رحمة بركاته جرى دينك هذا. ولا غراني تعبانة شفت واحد الفيديو. دخلت هكا كومنتي ونخرج ما خليش في قلبي. أنا ما نهضرش مع روحي أنا نسمع كاع الناس. الساكتة عمر تبون راحت تبوت المرأة ما بانت الناش قاعدة كيما بانت داروا لها واحد الفاير. الساكتة عمر تبون الله يزيدها والله يحفظ لنا الرئيس تبون وإن شاء الله يدي العهدة هذه إن شاء الله. إن شاء الله يزيد يكرفسكم أكثر وربي يزيد لهم في الخير. الله يفقركم توا ولا يزيد لهم هما في الخير. القاري ومن الأول مرفه ماشي الحكم هو اللي يرفعه. فخامة الرئيس تبون من الاول مرفه من الاول كان وزير ومن الاول لاباس بيه ومن الاول. وانتم على جاتكم بيزار كي ساكي داير 22 مليون واحد يقول 24 واحد زدتوه زدتوه زوج ملايين معليش على جاتكم بيزار ما فهمتش. كهي هذه جات باش تنتقد الناس اللي انتقدوا الصك ديال المرتب واللي كيسوى شحال قالت 22 مليون ديالهم هما تلقاتني 22 درهم ديالنا. انا نشوف اللي جا برا ما يخدموا ما يدبوا عندهم تيان تاع 6 ملايين هو صاكي شد لها شحال يعني هي راهي الله يبارك تبان مرا بروبر الله يبارك وحطها وبلس دو سا راني نشوف لي جان برا بطوليس يشرو في طوموبيلات بالملاير. راني نشوف في ناس برا لي جون برا ماشي لي جون لداخل. هذيك راه فقراتكم لداخل ما فقراتكمش برا. ايوا خدمي عقلك وانت هنا كي العجينه جات ب 12 مليون راني نشوف في لي جان يشرو لي ساكوش هكايا ساكوشات هكايا ساكا اللي يديروها هكايا ب 17 مليون. ايوا انت اللي كتهضري على 20 مليون حوايجك مدليين للجنبيه ديك ربي يا هاد الكرغوليه. عوض ما تدافع على الفقراء وكذا كدافع على مرت عبد التبون. تفضل استاذ اش كنتي باغي تقول؟ اليوم نوض الصباح شعلت لا تيلي ودرت قنوات الزيكو وانا ما نديرهمش كاع حدو قنوات الزيكو. واش هو غير من اليوم كاين المهزله نتاع الانتخابات درتهم باش نشوف الحياه وين راهي واصله. درت هذه قناه الشروق شنشوف في ميزك شنشوف نشوف المدرسه نتاعي نتاع الكارتي نتاعي وهاجمين لي جان هيا ويقول لك اقبال كبير نتاع الشعب الجزائري على صناديق الاقتراع. مدرسه نتاع الحي هادوك لي جان ما نعرفش واحد فيهم. باينه باللي مسرحيه نتاع اغبياء جايبين جنود عندهم كاع لاج واحد 8 تاع الصباح قبل ما يحلوا الباب تاع المدرسه قاعدين دايرين في لاشان. انتوما شتو جان تاع 18 عام يدير لاشان باش يروح يفوطي؟ هالكذبه الاولى. الكذبه الزوجه رانا في وقت دروك وين اللحيه راهي لاموند عند لي جان ما كاش واحد فيهم داير لحيه حيت جايبين العسكر صاحبي العسكر راه ما كيخليوش اللحيه. هذه حاجه باينه هذه غير بغيتي تقولها. دوزوا الفيديو اخر. حبيتو بوتفليقه لحيناه حبيتو الساعد لحيناه حبيتو جنرالات بشواكرهم الزاد توفيق وطرطاق اللي كنتو تركيكيو منهم لحيناهم حبيتو يحيى لحيناه حبيتو سلام لحيناه قلتو لي زوطا ما سراقين ديروهم للعب هادو قاعد وبعكو شكون لكم يا المعارضه ادخلوا ديروا كحزب ما حبيتوش هذا يحسد في هذا حسادين كل جروب يضرب خلالكم نحسد بيناتكم وما تربحوش تقعدوا هكذا طول حياتكم. ما انت الكبران داروا معكم كلشي. شو هادو دابا هادو هما الحاسه هادو هما الحاسه ديال الكبرى هاد الجوج هما اللي كانوا في ديك الوقفه ديال فرنسا فاش كيقولوا له المرا يقولوا لفرنسا ما ناش مراركه راه هما هادو قعدوا شي 9 شهور ما جبتوش باديه والو
ربي يرحمه سبحانه ربي تسعة شهور ما درتو والو قعدتو غير تعرضو في الجيش حبيتو تكسروا الجيش جنرال سراق جات سرقلك اختك انتوما تضلوا تورو يقول لك انا ابو عارف يورينك ويورينك انسى في الفيسبوك يقول لك انا ابو عارف انا جاريش ابو عارف كيما هادو يورو رسالة ويقول لك انا ابو عارف العارف يروح الجزيرة يهدر يروح القنوات يهدر السياسة تورو في النساء تاع الرجال وتقولوا احنا ابو عارفين قعد حقنا. دوزوا الفيديو اخر. مستهدفين مستهدفين ولازم كل جزائري في النار. عم اقول تلعب لي على الموران على بالك هانا مستهدفين هانا مستهدفين شكون يا مستهدفين شكون انت راك مستهدف شعبك انت انت اللي راك مستهدف شعبك انت العهده تاعك العهده تاعك جاج مواطن جزائري راه يعيش في افريقيا في بوزنبيخ راه عايش في بوزنبيخ في سودافريك في في اندونيسيا راه متشتين مواطنين جزائريين لي جان ناس قاريين الرب العالي هجرتهم يا خويا ناس قاريين هجرتهم راهم في اسبانيا يخدموا في الفلاحه عهده تاعك شفركت كاع الشعب انت مالك انت اللي راك تستهدف في بلاد انت يا الشيطان اللي راك تستهدف في البلاد 5 سنين هذه اللي فاتت على المواطن الجزائري فاتت عليه عجاب هجرتهم كاع راهم يخموا في الحرقه كي موسى كي رجال كي شوابين كي بصوص كي ميناب كي ليماجير كي مرضى للاسف وما غادي يضربكم بخمس سنين اخرى عاود ديال التكرفيس ديال هذا ما كاين اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله ديما مغرب من طنجه للكويره السلام عليكم.